قصر اتحاد الاشواط القادمه والشوط السابع لنا ولكم وله التوفيق باذن من الخالق. شكرا للزميل حمد بن طويرش الوهيبي. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، ما زلنا نتواصل، ما زلنا نجدد التحيه واللقاء من جديد مع انطلاقه من انطلاقات الخير والعطاء، انطلاقه موفقه، انطلاقه سليمه باذن الله تعالى. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين مع انطلاقه شوطنا السابع للقعدان المحليات الاصايل لسن الثنايا لاصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا المعتاده 8 كيلومتر. نذهب مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول شاهين. شاهين هو من يسيطر بالمقدمه لهجن الرئاسه احمد بن وايد الخيلي، يتولى عمليه التدريب والعنايه التامه. انتقل مباشره الى المركز الثاني وراء الحصن. تعود الملكيه لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد دار نهيان، محفوظ بن خميس النيبي من يتولى عمليه التدريب والعنايه التامه. انتقل بدوري مع المركز الثالث وراء الوصول هنا والتقدم. مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من يصل سلهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، مطار بن لاحق الهاجر المنتشي من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. انتقل مباشرة الى المركز الرابع وراء الوصول من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، مبارك بن عيسى المطيوعي يتولى عملية التدريب والعناية التامة. النقلة المباشرة مع المركز الخامس وحندورة صوغان، تعود الملكية لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم، يمعى بن عبيد بن دبيلة من يتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير. المركز السادس وحندورة عالي لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يتولى عملية التدريب والتضمير. انتقل مباشرة مع المركز السادس هنا من يصل في هذا المسار مشاهدينا الكرام وينطلق بكل قوة، يتقدم الرمادي لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المميز يتابع انطلاق الرمادي. المركز السابع وصول من شاهين، تعود الملكية لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، محمد بن مسفر بالقوبع يتولى عملية التضمير. تاسع المراكز من ينضم هنا ويتقدم صوغان لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، سعيد بن مبارك الوهيبي يتولى عملية التضمير. وفي عاشر المراكز يصل هنا رعد، تعود الملكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عملية التدريب والعناية التامة. النداء الأول للمسار الأول أكمله كاملا مكمل مع القيادة مع المقدمة، ما زال مع الصدارة الحصن. الحصن من يغير الأمور بصدارة المقدمة وبالمركز الأول المملوك لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس هلنيبي يتولى عملية التدريب والعناية التامة. من ينطلق مع الحصن بالمقدمة وبالمركز الأول؟ المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة أحمد بن مايد الخيلي يتولى عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث وراء الوصول من سلهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، مطار بن لاحق الهاجري من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. رابع المراكز وصول مشاهدينا الكرام من صوغان، تعود الملكية لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم، يمعى بن عبيد بن دبيلة يتولى عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز الخامس وراء عالي لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يتولى عملية التدريب والعناية التامة. الدور دور المركز السادس وراء الوصول هنا من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، مبارك بن عيسى المطيوعي يتولى عملية التضمير. المركز السابع هنا الرمادي، الرمادي من يتقدم لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المميز يتابع الانطلاق. قدوم مشاهدينا الكرام، وصول هنا وانطلاق مميز من شاهين، تعود الملكية لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، محمد بن مسفر بالقوبع يتولى عملية التضمير. وصل هنا صوغان لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، سعيد بن مبارك الوهيبي يتولى عملية التدريب والعناية التامة. النقل المباشر والقدوم هنا من ينطلق مشاهدينا الكرام، وياتينا يا سلام
مشكور لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غافان اليابري رعم صيحي وتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، الحصن مع مقدمة الشوط، الحصن مع المركز الأول، ما زال يسيطر الحصن بالمقدمة بالمسار الأول وبالانطلاق الأول. يا سلام، الحصن تعود الملكية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي يتولى عملية التضمير، يتابع انطلاق الحصن مع البداية مع المقدمة مع صدارة المقدمة والمركز الأول. المركز الثاني شاهين لحجن الرياسة أحمد بن مايد الخيلي يتولى عملية التضمير. انتصفنا المسافة 4 كيلومتر مضت، و4 كيلومتر يفصلنا عن خط النهاية وعن الناموس. المركز الثالث سلهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطار بن لاحق الهاجري يتولى عملية التضمير. المركز الرابع ينضم عالي لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة والعناية التامة. القدوم مع المركز الخامس والوصول من شاهين أو صوغان يتقدم هنا لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم يمعى بن عبيد بالدبيلة من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. النقل المباشرة مع شاهين هنا من ينطلق تعود الملكية لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم محمد بن مسفر بالقوبع يتولى عملية التضمير. وصل الرمادي لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المميز تابع انطلاق الرمادي. الوصول والقدوم هنا من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مبارك بن عيسى المطيعي يتولى عملية التضمير. المركز التاسع وصل صوغان لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي يتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير. المركز العاشر مشكور لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غافان اليابري بو حمد يتابع انطلاق مشكور مع المركز العاشر. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، الحصن مع المقدمة، الحصن مع المركز الأول، ونصل بكم إلى جسر العبور 3 كيلومتر يفصلنا عن خط النهاية وعن نهاية عمر هذا الشوط. والحصن ما زال في مقدمة الشوط مع المركز الأول يسيطر بهذا الانطلاق، منذ الانطلاق مسيطر بمقدمة الشوط وبالمركز الأول. الحصن المملوك لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس آل نيب الزعيم العناوي من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. المركز الثاني مشاهدينا الكرام هنا من ينطلق ويتسلل، ينطلق سلهود. يا سلام، الكل بدأ ينطلق، الكل بدأ يتوجه، الكوكب رباعي يتشكل مع المركز الثاني. هنا من يتقدم يغير مع المركز الثاني سلهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن لاحق الهاجري بو عمر يتابع انطلاق سلهود، يغير من مركز الى مركز ينتزع المركز الثاني. المركز الثالث شاهين لهجن الرياسة احمد بن مايد الخيلي يتابع الانطلاق، يتابع هذا الأداء المميز الذي يقدم لنا شاهين لهجن الرياسة أحمد بن مايد الخيلي من يتولى عملية التضمير. المركز الرابع وصل هنا عالي لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة والعناية التامة. ولكن من يغير مع المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم محمد بن مسفر بالقوبة يتابع الانطلاق. وصل الرمادي قادم بكل قوة، الرمادي لهجن الرياسة المميز يتابع انطلاق الرمادي مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي ينتزع المركز السادس. ولكن المقدمة إذا سألتوني عن الصدارة فإنه هو الحصن، الحصن مع المقدمة 2 كيلو يفصلنا الحصن عن خط النهاية. هو مع الصدارة، هو مع المقدمة، هو مع المركز الأول المملوك لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي يتولى عملية التضمير. المركز الثاني سلهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن لاحق الهاجري من يتولى عملية التضمير. وصل مع ثالث المراكز شاهين لهجن الرياسة أحمد بن مايد الخيلي يتابع انطلاق
الفريق شاهين، هنا من ياتي مع المركز الثالث. المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم محمد بن مسفر بالقوبع يتولى عملية التضمير، ولكن القدوم من الرمادي وصل الرمادي يغير من مركز إلى مركز لهجن الرياسة. مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المميز يتابع انطلاق الرمادي يغير مع المركز الرابع، قدوم من عالي لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يتولى عملية التضمير، ولكن الحصن مع المقدمة، الحصن مع المركز الأول ما سلم المقدمة، ما سلم المركز الأول حتى هذه اللحظات، مسيطر منذ الانطلاق مع مقدمة الشوط مع المركز الأول مع المسار الأول. يا سلام الحصن المملوك لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس النيبي يتابع انطلاق الحصن مع البداية مع المقدمة. الكيلومتر الأخير ما تبقى إلا القليل عن خط النهاية، والحصن مع البداية. سلهود هنا يتحرك، سلهود يرفع راية التهديد، ينضم شاهين لهجن الرياسة. يا ترى لمن الفوز؟ الثلاثة في صراع الأبطال، في صراع الأقوياء، والحصن ما زال مع مقدمة مع المركز الأول. يا سلام سلهود، سلهود والحصن، الحصن وسلهود الظافر والمنتشي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هنا من ينطلق مشاهدي الكرام الزعيم العيناوي. يا سلام انطلاق مميز، سلهود 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 والحصن، الحصن وسلهود، سلهود والحصن، سلهود سلهود الحصن ما يسلم، سلهود استلم الأمور، سلهود استلم المهمة، سلهود استلم المركز الأول. يا سلام سلهود سلهود الحصن، الحصن 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 يهدد يعلن التهديد، ولكن سلهود ما سلم. يا سلام ما سلم أبو عمر، هنا من يأتي بهذا الانطلاق؟ سلهود يغادر بالفوز، ولكن حذاري ما في اطمئنان، ما في اطمئنان. الحصن وسلهود، سلهود والحصن، سلهود الأقرب، سلهود سلهود والحصن، ولكن سلهود غادر بالفوز، غادر بالناموس، غادر بالانتصار. تهانينا والناموس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وإلى المطر بن لاحق الهاجري. المركز الثاني الحصن لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، تهاني والناموس. المركز الثالث وصل شاهين لهجن الرياسة. المركز الرابع وصل شاهين لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم. المركز الخامس كان من نصيب الرمادي لهجن الرياسة. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام على هذا الفوز والانتصار. نذهب إلى التوقيت الزمني، هكذا كانت المتعة والإثارة، ولكن سلهود. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وإلى مطار بن لاحق الهاجري على هذا الفوز والانتصار. في انتظار التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، ها أمامكم سلهود أثناء وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس، معلن الانتصار في هذا الشوط. قطع المسافة في زمن وقدر يا مخرجنا. التوقيت الزمني لسلهود 13 دقيقة مشاهدينا الكرام، 21 ثانية 4 من الأجزاء. تهاني والناموس لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم إلى مطار بن لاحق الهاجري. من حلف ثانيا الحصن، تهاني والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد هيام وإلى محفوظ بن خميس آل نيبي. قطع المسافة في زمن وقدر يا مخرجنا، اسكوز مي نمبر 2، 13 دقيقة 22 ثانية جزئين من الثانية. تهاني والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد هيام وإلى محفوظ بن خميس آل نيبي. من حلف ثالث المراكز 13 دقيقة 24 ثانية 5 من الأجزاء. تهانينا لهجن الرياسة، وتهانينا لأحمد بن مايد الخيلي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.